والآن أدعو معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لإلقاء كلمته، فليتفضل. دكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، السيدة رئيسة منتدى شباب البرلمان، السيدات والسادة، نحن جميعنا ممثلي مجالس النواب، إذا نحن جميعنا زملاء، نحن نمثل شعوب العالم، نحن نمثل الشباب وشعوبنا الذين انتخبونا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم. أصحاب المعالي والسادة الحضور الكريم، أنني أود أن أعرب عن امتناني وأن أرحب بكم في مستهل حفل المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي بهذا العام بمصر. أود أن أرسل رسالة شكر للسادة ممثلي مجلس النواب المصري، وللسيد رئيس مجلس النواب المصري، ولرئيسة منتدى البرلمان الشبابي، لأنكم أنتم تمثلون الالتزام الأمثل، لم تألوا جهدا في حشد جهودكم وأعمالكم وأن تقدموا كل ما لديكم حتى ترسلوا رسائل سلام للجميع حتى يأتوا هنا إلى أرض السلام بمصر. شكرا جزيلا على التزاماتكم وعلى جهودكم وعلى حشد جهود فرقكم، لأنه نجاح هذه الفاعلية تمثل المزيد، وهذا أيضا يعد نجاحا لعملكم. لذلك جزيل الشكر على دعوتكم الطيبة. اسمحوا لي أن أقول أيضا إنني أود أن أعبر عن جزيل الشكر لكل شباب البرلمان الممثلين لشتى بقاع الأرض. إنه لفخر أن أكون معكم اليوم، وأيضا وجودكم يعني أنكم تلتزمون وتوفون بتعهداتكم وأن تعملون معا جنبا إلى جنب لوجد حلول لحل مشاكل التي نواجهها بكوكبنا كوكب الأرض. أنا أفهم مليا ما تعنيه أعمالكم كممثلي لشباب البرلمان. كما تعلمون أنني تم انتخابي للمرة الأولى بالبرلمان البرتغالي عندما كنت أبلغ من العمر 25 عاما، حوالي عامين أو أربعة، لا في الحقيقة بل عقدين مضوا. وأستطيع أن أتذكر جليا أنه عندما كنت أبلغ 25 عاما، عندما أتيت للمرة الأولى بمجلس النواب وكنت أجلس مع كل أعضاء الشيوخ للبرلمان البرتغالي، كنت أشعر أنني صغير جدا هذا الوقت، ولكن الطاقة والحماس التي تمنيت أن أحظى بها للمسؤولين والسياسيين، وإيماني إلى أن إرادة الأفراد من شأنها أن تحقق إنجازاً وتحقق تغييراً ملموساً، وأننا نستطيع أن نعمل لنحظى بمستقبل أكثر ازدهاراً من أجل شعوبنا. وهذا ربما ما تشعرون به أنتم أيضاً، أنتم محظوظون لأنكم ولأن كثير من الناخبين يعتمدون عليكم ويؤمنون بكم ويؤمنون أن مستقبلهم في أيديكم. لذلك لابد ألا تألوا جهدا، وطبعا على شباب البرلمان أن يعلموا أنهم أساس مجتمعاتنا. إذا لم تستمروا في العمل، إذا لم تقرروا وتتخذوا القرار على أن تعملوا يوما بعد يوم، أن تتعاملوا بطريقة مثلى من أجل صالح شعوبنا،
لن تكونوا ناجحين. لابد أن تؤمنوا بذلك، ولابد أن تعملوا لتحقيق ذلك. ولهذا إنه لمن دواعي سروري أن أراكم هنا جميعاً بهذا الحشد، بهذه الفعالية، لأن نفهم أننا نتحدث مع قادة المستقبل لعالمنا، وأن ما تقررونه اليوم وماذا سوف تقررونه في الغد يلعب دوراً هاماً، وسوف يكون هاماً لوضع أسس العالم بالمستقبل. لذلك أشكركم جزيل الشكر على التزامكم بالسياسات لرفاهية شعوبنا ومجتمعاتنا، ولمحاولتكم لإيجاد حلول لحل المشاكل التي نواجهها بدولنا، وأيضا لحل المشاكل التي نشهدها بالعالم بأسره. وكما تعلمون تستطيع أن تؤمنوا كل الإيمان بالاتحاد البرلماني الدولي أننا دائما سنكون معكم ونعمل معكم ونقف بجانبكم، لأنني أفهم مليا أننا جميعنا مؤسسة واحدة، لدينا أفراد ربما يبلغوا 30 من العمر، ولكننا لا نفكر فيما مضى، نحن نفكر فيما هو قادم. ولذلك لابد أن نعمل كتفا إلى كتف مع شباب البرلمانيين. ودعوني أقول الحضور الكريم أن ما نتناوله هذا العام بمدينة شرم الشيخ بما يتعامل ويعالج قضية تغير المناخ، وكيفية الدور الذي يلعبه الشباب البرلمانيين أن يكون له دورا محوريا في ذلك. نحن نعلم إلى أن المشكلة هي مشكلة حقيقية، ونعلم جيدا أن هناك بالفعل تم تقديم عدد من الحلول وعدد من الخطوات من جانب حكوماتنا، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة. وهذا يعني أننا ما زال لدينا الكثير لنقدمه، نحتاج إلى أن نقدم أكثر من ذلك، وإلا سوف نتناقش في مدينة شرم الشيخ في قضايا أخرى وليست قضية شرم الشيخ. إذا كنا هنا لنتناقش في قضية شرم الشيخ وحول إساءة الحكومات والمسؤولين بالتعهد بتنفيذ خططهم في مواجهة هذه المشكلة، إذن هذا يعني إلى أن ما قدمناه حتى هذه اللحظة ما زال غير كافيا، ونحن على علم بذلك. نحن نعلم جيدا لأننا ما زلنا نرى هذه الفيضانات التي تحدث في كل مكان، وحرائق الغابات التي نشهدها بأركان مختلفة من العالم. نحن نفهم كيف أن الأحوال الجوية مختلفة، والعواصف الجوية القوية التي تعصف بأرواح الشعوب ببقاع مختلفة من الأرض. نحن نعلم أن هناك صعوبة بالغة إلى أن نعيش كما كان يعيش الشعوب الأصليون بالعالم. نحن نفهم إلى أن قضية الاحتباس الحراري تؤثر بالجزر الصغيرة لمنطقة الباسيفيك التي ربما قد تختفي في المستقبل. نحن نعلم إلى أن الفقر يتزايد نتيجة تداعيات المناخ، ونحن نفهم أنه نتيجة لذلك أيضا هناك تزايد في عدم المساواة. ولذلك نحن نود أن نعمل معا وأن نحشد جهودنا حتى نرى ماذا علينا أن نقدمه، ماذا يجب أن نفعله، دون فقط أن نكثر في الثرثرة وفي الحديث، ولكن لابد أن نتخذ خطوات حاسمة وقوية لنحدث تغييرا ملموسا على الأرض. واسمحوا لي أن أقول السيدات والسادة أنكم أنتم أعضاء البرلمان، إذن أنتم لديكم السلطات بأيديكم، ولديكم سلطات مختلفة، لديكم السلطات التشريعية، لديكم هذه السلطات تمكنكم من سن بيئة تشريعية التي تكون أكثر صداقة للبيئة، والتي من شأنها أن تعاقب الشركات أو الجهات أو الحكومات التي لا تفي
بالتزاماتها لمواجهة تغير المناخ. لديكم أيضا السلطات المالية والميزانيات التي تمكنكم من أن تفكروا كيف لكم أن تخصصوا هذه الميزانيات بشكل فعال لمواجهة هذه الأزمة الخاصة بتغير المناخ. يمكنكم أن تقدموا الدعم للبرامج التعليمية، لأننا نحتاج إلى أن نرسي قواعد التغيير من أطفالنا حتى نحدث تغييراً ملموساً، لأننا إذا كنا نؤمن، وكما دائماً كنا نقول أننا لابد أن نجد حلولاً مختلفة بحشد كافة الفئات حتى نرى تغييراً واقعياً. إذا لديكم السلطات، وطبعاً هذه السلطات التي لديكم وهذه الأدوات التي لديكم لابد أن تعلمكم إلى أننا نحتاج إلى استخدام أمثل حتى نرى واقعاً مختلفاً. لابد أن نقوم بمشاركة أفضل الممارسات وأن نفهم أهمية الدور البرلماني وما هي آثار تأثيرنا على مجتمعاتنا كقادة كممثلي للبرلمان، لأنه وكما تعلمون أنا أؤمن إلى أن الشباب لديهم متابعين أكثر من أسلافهم، لذلك يمكنكم أن تؤثروا على الكثير من صغار الشباب وتلهموهم بطريقة فعالة، وبهذه الطريقة يمكنكم أن تعبروا عن الشباب والأفراد الذين تمثلونهم أنكم ملتزمون ومتعهدون ببذل المساعي لإيجاد حلول لمجابهة المشكلات. ولذلك أنا سعيد جدا لكوني معكم، لأنني أؤمن أن شباب البرلمانيين لابد أن يتحلوا بمزيد من الحماس والطاقة والجاهزية لاتخاذ خطوات حاسمة ولتقديم حلول جذرية. هذا ما نحتاج إليه وما نصب إليه. نحن ما زال لم يزل لدينا وقت حتى نستمر في هذا الصراع مع التغير المناخي. مستقبل عالمنا في أيديكم. لذلك نحن نعقد هذا المؤتمر الهام لتناول هذه القضية، وسوف أنتظر أن أحظى بتوصيات ومخرجات جلساتكم بهذه الفاعلية، وسوف أنتظر أيضا العمل الذي ستقدمونه حتى بعد انعقاد هذا المؤتمر. وأنا أؤمن أننا بهذه الطريقة سوف نعيش بمجتمعات أفضل ومستقبل أفضل. شكراً على حسن الاستماع.